الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ألا وإن مما ثبت من قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه من الجنة أنه عليه الصلاة والسلام قال: الكمأة من المن وهي شفاء من للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السقم. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر: والعجوة تمر من تمر المدينة أكبر من الصيحان يضرب إلى السواد، أكبر من الصيحان أي نوع آخر من التمر يضرب إلى السواد، أي أن لون العجوة يميل إلى السواد. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: والعجوة من الجنة. وقال ابن الأثير رحمه الله وهو يبين مفردة هذا الحديث قال: وهي أي العجوة من غرس النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعلم حتى يفقه الأمر على بينة أن الله عز وجل بارك في التمر في عمومه، قال عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وقال عليه جل وعلا في كتابه العظيم عن الصديقة مريم: تساقط عليك رطبا جنيا. والمدينة بلدة مباركة طيبة طاهرة، التمر فيها وفير كثير، فلا يمكن أن يكون تمر غيرها مثل تمرها. فهذه بلدة حظيت بأمور لم يحظ بها غيرها، سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الممات، أي أنه لم يسكنها سكونا عارضا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا لها بالبركة وحرمها كما حرم خليل الله إبراهيم مكة، ودعا لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة من البركة، وبعض ما فيها كان بأثر من يده صلوات الله وسلامه عليه، مثل مسجده الشريف ومسجد قباء. والعجوة على أقوال بعض العلماء أنها من غرسه صلى الله عليه وسلم، فهذا البقاء النبوي فيها دهر 10 سنين ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لهذه البلدة، فلا يمكن أن يكون هواء غيرها مثل هوائها، ولا أودية غيرها مثل أوديتها، ولا جبال غيرها مثل جبالها. فحراء مثلا كان فيه أول الوحي، ومع ذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم في حق حراء حديثا يحفظ، لكنه قال عن أحد: جبلا يحبنا ونحبه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم، إلى ما يعرف اليوم بالتنعيم، لتحرم من ذلك الوادي، ولم يقل صلى الله عليه وسلم في الوادي شيئا، وأحرم هو صلى الله عليه وسلم من وادي العقيق وقال: أتاني آت من ربي، فقال: صلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، وقل: حجة عمرة في حجة. فهذا وأمثاله يظهر بجلاء لمن ألقى السمع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد على فضل هذه المدينة المباركة. ثم إن تمرها في عمومه مبارك لأنه فيها كما حررنا وبينا، ثم ما كان في حرمها ما بين لابتيها كان أكمل من تمر يكون خارج لابتيها، وما كان في عاليتها يكون أشد أعظم بركة من تمرها الذي في غير عاليتها، جمعاً بين أحاديثه وأقواله الصادقة صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعرف الناس العجوة منذ أن كانوا على ما نعلمه والعلم عند الله غير العجوة التي بين أيدي الناس اليوم، يتوارثونها كابراً عن كابر، جيلاً عن جيل، آباء عن أجداد، وأبناء عن آباء، وغير ذلك مما اشتهر عندهم أي أهل المدينة منذ أن كانوا والعلم عند الله. ومن تحدث في هذا
يحمد له حسن نيته، لكن يقال له أخطأت الطريق وتحدثت فيما ليس لك به علم وليس مقام المنابر الإخلال بمكانة العلماء، فيحفظ لهم مكانتهم أدبهم علمهم ويعتذر لهم الخير أرادوا، ولكن ليس كل مريد للخير يصل إليه، عفى الله عن الجميع. والمقصود بيان الأمر للناس حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. اللهم كما أطعمتنا من تمر المدينة فأطعمنا اللهم من ثمار الجنة، اللهم أطعمنا من ثمار الجنة، اللهم أطعمنا من ثمار الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. واحشرنا اللهم مع سيد الأولين والآخرين الذي قلت فيه وقولك الحق، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.